طبعا بنجرب، بنفتح الماي. بداية فوق، هذا هو، الحمد لله شغل تمام. هذا هنا ما في اي تسرب، وهالمنطقة ان شاء الله بعد نصلح النهاية بنرويكم كيف نسوي. نركب هنا كربستون في الاطراف، نثبت المغسلة مرة ثانية لناحية الطريق مؤقتا، بنثبتها المكان الثاني، يمكن حد يستفيد من اشياء بسيطة للمبتدئين مثل ما قلنا. وهذه التشطيبات خلصت الحين، هذا اللي كان هنا مكان المغسلة، وهذا مكان شجرة الأراك. شوفوا آخر التشطيبات، هذه المغسلة كانت هنا، حركناها لين هنا، هذا باب الماي، وهذا الحوض، هذا الكربستون اللي كان معروض، ركبنا هنا، سويناه على شكل حوض. هذا الممر هنا من الجهة الثانية، وسعنا الانترلوك أساس انه هنا ضوقنا انه وسعنا حوض السدرة. وسعنا هنا بالطريقة أساس انه يصير مكان عشان يوسع الممر، وكذا. وهذا آخر التشطيبات، هذا المكان اللي قلنا هنا بيكون أوسع شوي بين البيب والمغسلة، صار المكان واسع. طبعا هذا البيب للتثبيت، باب البيبيار وباب المغسلة تغير الاتجاه. المكان أصبح واسع، وشكرا.